ياسين يمكن انت افضل لاعب في البطوله، لعبته 7 ماتشات زي ما يعني فارس قال، فعشان تاخد احسن لاعب في 7 ماتشات مع كل دول حقيقه اكيد كان ليك اداء رائع. ادائك كان عامل ايه في البطوله؟ انا الحمد لله يعني اديت وعملت اللي عليا من البدايه، يعني اول ماتش انت كنت متوفق وحاسس انك كويس، والتاني يعني ساعات بيبقى التوفيق في قبل النهائي والنهائي بيدوا لك. لا احنا كنا مجهزين كل ده قبليها يعني. كنا بنتمرن جامد وكل واحد بيبقى نازل التمرين يعني في قلبه ان هو يتمرن عشان نكسب. طب كلمني عن لحظه ان هم بينادوا في المايك وبيقولوا جائز احسن لاعب، يعني لما سمعت اسمك كلمني. طبعا في بدايه حياتك وما شاء الله بتاخد كاس، كلمني عن اللحظه دي. طبعا يعني كنت فرحان يعني، كنت مبسوط لقيت اسمي بيتنده بقى. انا طبعا انا كنت يعني حاسس ان انا هاخد احسن لاعب كويس، لان انت حاسس ده؟ انا اتمرنت جامد والحمد لله ربنا وفقني. سبحان الله كل مجتهد نصيب. طب بابا وماما عملوا ايه بقى لما سابوا؟ بابا وماما طبعا عيطوا. عيطوا طبعا. طيب هو انت ليك اخوات بيلعبوا ياسين ووتر كول؟ انا عندي اخ اسمه يحيى 2007. 2007 اصغر منك. هو بيلعب سباحه. بيلعب سباحه مش ووتر بول؟ لا. طب ايه اللي خلاك تروح ووتر بول؟ انا الفكره كلها انا كنت بلعب سباحه برضو. طيب وايه اللي قلب القلبه دي ولا مدربين؟ انا لا مش مدربين، انا شفت لقيت كره المايه وكده، كنت بتمرن سباحه عادي، فلقيت بقى في فرقه بتتمرن بيلعبوا تقسيمه وكده، فيعني اللعبه شدتني، فقلت لمامتي نروح نجرب وكده، فهي ساعدتني يعني وقالت لي ماشي ودخلت وبدات وجربت بقى. واتبسطت تلعب هاف انت وفارس بتلعبوا هاف؟ انت قلت لي قبل الهوا والاثنين هاف بيبقوا في الملعب مع بعض. أيوه. فانتوا الاثنين عاملين دويتو حلو جدا.